السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. القسم الأول من هذا اللقاء سيكون إن شاء الله في الكتاب الذي تعرفونه، كتاب شرح غاية السول للإمام جمال الدين بن عبد الهادي، ثم القسم الثاني يكون في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي إن شاء الله تعالى. وكنا قد أخذنا من قبل في كتاب شرح غاية السول لابن المبرد رحمه الله تعالى، أخذنا تعريف أصول الفقه لغة واصطلاحا، ثم بعض المصطلحات التي يكثر دورانها في علم أصول الفقه، ثم شرع المؤلف رحمه الله في ذكر مباحث اللغات، ثم سيذكر الآن أو بدأنا أيضا في مباحث الأحكام الشرعية في الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الوضعي. وقد فصل المؤلف رحمه الله مبحث الأداء والقضاء والإعادة عن الحكم الشرعي الوضعي كما ذكرنا من قبل، وهي طريقة معروفة أيضا في علم أصول الفقه. وبلغنا قول المصنف رحمه الله: فرض الكفاية أي حكمه، إلى آخره. إلى هنا أليس كذلك؟ نعم، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: وفرض الكفاية أي حكمه واجب على الجميع، يأذم الكل بتركه. وهذا منصوص أحمد رحمه الله تعالى واختاره الأكثر. وقيل يجب على بعض غير معين، لأن الفعل لا يجب إلا على البعض، ويسقط بفعل البعض كصلاة الجنازة والعيدين كما يسقط الإثم، والإجماع على ذلك، وتكفي غلبة الظن في فعله قاله القاضي وغيره. وإن فعله الجميع أي كل أهل البلد دفعة واحدة احترازا مما إذا فعل مرة بعد أخرى فالكل فرض، ذكره ابن عقيل محل وفاق. وإن فعله بعضهم بعد بعض فالثاني فرض أيضا، قطع به ابن عقيل في الواضح، لأنه واجب على الجميع. وقيل لا، أي ليس الثاني بفرض، لأن الفرض سقط بفعل البعض، فما فعل بعده فهو تطوع، ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء، قاله الشيخ في الروضة وغيره، لأن كليهما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، ويلزم أي فرض الكفاية بالشروع كفرض العين، ولنا قول لا يلزم. وفرض العين أفضل منه اختاره الأكثر لوجوبه على كل أحد، وقيل هما سواء، والأمر بواحد أي من أشياء متعددة. إلى قوله سواء ينتهي الكلام عن فرض الكفاية. قال المؤلف رحمه الله: وفرض الكفاية أي حكمه واجب على الجميع. فرض الكفاية هو كما لا يخفاكم الواجب الذي إذا قام به بعض المكلفين سقطت المؤاخذة عن بقية المكلفين، مثل صلاة الجنازة فإن حكمها الوجوب، إلا أنه الوجوب الكفائي للوجوب العيني. والفرق بينهما كما لا يخفى أن الوجوب العيني واجب على كل واحد واحد، أما الكفائي فما ذكرناه آنفا، إذا قام به بعض سقط الإثم عن البقية. قال: حكمه أنه واجب على الجميع. حكمه يعني بعد أن عرفنا حده وحقيقته، فما حكمه؟ قال: واجب على الجميع. ويبين هذا القول الآخر المخالف المسألة،
وهو أنه واجب على بعض غير معين، ففهمنا لأن بضدها تتمايز الأشياء. والقول الثاني مخالف للقول الأول. إذن القول الأول أن فرض الكفاية واجب على الكل، الجميع. جميع من؟ نقول جميع المسلمين؟ نقول لا، جميع من علم وقدر، جميع من علم وقدر على الإتيان بالواجب. وعبر بعضهم بقوله من لا عذر له، من لا عذر له، يعني اختصر في العبارة وقال المراد بالجميع من لا عذر له، لأن ما وراء ذلك تكليف بالشاق، إذ لو أوجبناه على كل المسلمين كان إما تكليفا بالشاق أو تكليفا بما لا يطاق، وهذا لا يقول به أحد. قال يأثم الكل بتركه، يأثم الكل بتركه، وهذا فرع عن القول بالوجوب على الكل، وهو في نفس الوقت في معنى دليل الفريق الأول. يعني كأنه يقول اختلف علماء الأصول في حكم فرض الكفاية على من يجب، فالقول الأول أنه واجب على الكل، والدليل، وعليكم السلام، والدليل أنه لو ترك الكل لأثم الكل، والإثم فرع الوجوب، إذ لا يتصور الإثم مع ترك فعل إلا وأن الفعل واجب. فبما أن الكل يأثم عند الترك إذن هو واجب على الكل، هذا دليل الفريق الأول. ثم قال وهذا منصوص أحمد رحمه الله تعالى، والأمر كما ذكر المصنف، نص عليه أحمد ونص عليه الشافعي أيضا في الأم وفي غيره من الكتب، واختاره الأكثر، يقول المصنف رحمه الله واختاره الأكثر، نعم أكثر العلماء، أكثر العلماء على القول بهذا المذهب الأول أن الفرض الكفاية واجب على الجميع. ثم قال وقيل، هذا شروع في المذهب الثاني في المسألة، وقيل يجب على بعض غير معين، هذا القول الثاني ذهب إليه بعض الشافعية وبعض المعتزلة أن الفرض الكفاية إنما يجب على بعض من المسلمين، بعض من المكلفين، وهذا البعض غير معين. ما دليلهم؟ قال لأن الفعل لا يجب إلا على البعض، ويسقط بفعل البعض كصلاة الجنازة والعيدين كما يسقط الإثم، والإجماع منعقد، والإجماع على ذلك، والإجماع على ذلك. إذن دليل هؤلاء ما هو؟ أنه لو فعل بعض المكلفين هذا الواجب لسقطت المؤاخذة عن الكل، فلا يتصور الإجاب على الكل مع أن فعل البعض يكفي، فلا بد إذن أن نقول إنما وجب على بعض. والدليل الإجماع انعقد على أن فرض الكفاية إذا قام به بعض من المكلفين سقط الإثم عن البقية. ثمرة الخلاف، قال بعضهم الخلاف لفظي في المسألة، لأن الفريقين يتفقان على أن فرض الكفاية إذا قام به بعض سقط الإثم عن البقية، ولو قام به الكل لأثيب الكل ثواب الفرض. فإذا أين الخلاف؟ تبقى الخلاف فقط في العبارة. وبعضهم قال أن الخلاف معنوي، وتظهر الفائدة في، يعني تظهر ثمرة الخلاف في أمرين. الأمر الأول إذا شرع فيه فهل يلزم؟
يعني دخل في الواجب الكفائي، فهل يلزم بالشروع فيه؟ فمن قال إن فرض الكفاية واجب على الجميع قال يلزمه إذا شرع فيه، يعني إذا دخل فيه ليس له أن يخرج. ومن قال بالقول الثاني قال له أن يخرج منه. والفائدة الثانية لثمرة يعني ثمرة من ثمرات الخلاف، قالوا لو أن الفرض الكفاية قامت به طائفة ثم جاءت طائفة أخرى وأدوا نفس الفعل مثل صلاة الجنازة، صلوا على الميت طائفة صلت عليه ثم جاءت طائفة أخرى وصلت عليه، فهل يقع فعل الطائفة الثانية يقع فرضا أو نفلا؟ قولا. فمن قال فرض الكفاية واجب على الكل قال يثابون ثواب الفرض، ومن قال إنه واجب على بعض غير معين قال الواجب قد سقط أصلا، ومن ثم ففعل الآخرين إنما هو نفل. نعم. قال وتكفي غلبة الظن في فعله، هذه مسألة أخرى تتعلق أيضا بفرض الكفاية. قال وتكفي غلبة الظن في فعله، ولو أن المصنف رحمه الله تعالى أضاف بعد كلمة في فعله لو أضاف كلمة وتركه لكان أحسن، لأن غلبة الظن يكفي في الأمرين في الفعل وفي الترك. كيف الفعل؟ يعني لو غلب على ظن المكلف أن غيره قام بهذا الواجب الكفائي فإنه يكفيه ولا يلزمه التحقق والتأكد واليقين والقطع بأن غيره قد فعل. طيب وفي الترك؟ لو غلب على ظنه أن أحدا ما صلى على هذا الميت أو أنه ما غسله وكفنه فإنه يجب عليه. فغلبت الظن في الأمرين في الفعل وفي الترك. قاله القاضي وغيره، نعم قاله القاضي أبو يعلى رحمه الله وقاله غيره من الأصوليين من الحنابلة ومن الشافعية ومن غيرهم، قالوا هذا الأمر، لأن اليقين تكليف بالشاق أو بما لا يطاق فيكفي غلبة الظن. ثم قال وإن فعله الجميع، هذا شروع في مسألة ثالثة تتعلق أيضا بفرض الكفاية، فقال وإن فعله الجميع أي كل أهل البلد دفعة واحدة فالكل فرض. وعبارة احترازا مما إذا فعل مرة بعد أخرى هي جملة اعتراضية، لكن غيروا مكان الشرط الأولى، انظروا مكان الشرط الأولى أين مكانها الصحيح؟ أحسنتم، بعد كلمة واحدة. وإن فعله الجميع أي كل أهل البلد دفعة واحدة احترازا مما إذا فعل مرة بعد أخرى فالكل فرض، ذكره ابن عقيل محل وفاق، ذكره ابن عقيل وغير ابن عقيل ذكروا أنه محل إجماع، إذا فعل الكل يعني كل المكلفين الفرض فرض الكفاية يثاب الجميع ثواب الفرض ويقع فعلهم فرضا. قال وإن فعله بعضهم بعد بعض، نعم يعني محل إجماع، يعني المسألة هذه محل إجماع، والأمر كما ذكر أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي رحمه الله أن المسألة محل إجماع. قال وإن فعله بعضهم بعد بعض فالثاني فرض أيضا، الصورة الثانية أن تفعل طائفة من المسلمين هذا الواجب الكفائي ثم تقوم طائفة أخرى بعدما فرغوا ويأتون بنفس هذا الفعل. قال فالثاني الفعل الثاني فرض أيضا، قطع به ابن عقيل في الواضح، يعني فأحد القولين أنه يقع فرضا.
قطع به ابن عقيل في كتابه الواضح في أصول الفقه لأنه واجب على الجميع، هذا دليل القول الأول القائل بأنه إذا فعلت طائفة الفرض الكفاية ثم جاءت طائفة أخرى وفعلته أيضا فإن الفعل الثاني يقع أيضا فرضا، والدليل أننا نقول كما في أول مسألة مرت معنا أن فرض الكفاية واجب على الجميع، إذن هم فعلوا واجبا. وقيل لا، هذا القول الثاني، وقيل لا أي ليس الثاني بفرض، لأن الفرض سقط بفعل البعض فما فعل بعده فهو تطوع، هذا القول الثاني أن فعل الطائفة الثانية بفرض الكفاية يقع نفلا ولا يقع فرضا، بمعنى أنهم يثابون ثواب النفل. ما الدليل؟ قال لأن الفرض قد سقط من قبل، أين سقط؟ حينما فعلت الطائفة الأولى، فما فعل بعده الفعل الذي وقع بعده فهو تطوع، لأن الفعل لا يجب مرتين، الفعل لا يجب مرتين، إذا أوجبه عليك الشارع فمرة، هذا الأصل في الواجب. وللخلاف فائدة أخرى غير الثواب، وهو ما ذكرناه آنفا، أن من يقول إن فعل الطائفة الثانية يقع فرضا فليس له أن ينسحب منه، وإن قلنا يقع نفلا فإن له الخروج منه على قول من يقول إن النفل يجوز يعني لا يجب بالشروع فيه، فهذه ثمرة ثانية للخلاف في المسألة. قال ولا فرق بينه، شروع في مسألة رابعة تتعلق بفرض الكفاية، فقال ولا فرق بينه يعني فرض الكفاية، الضمير يرجع لفرض الكفاية، وبين فرض العين ابتداء، لا فرق بين الفرض العيني والفرض الكفائي ابتداء يعني لا انتهاء، إذن هما يستويان في الأول في أول الأمر لا في آخره. لماذا يستويان في أول الأمر؟ لأنه واجب على الكل، وإذا فعل الكل أثيب ثواب الفرض، فشابه فرض الكفاية فرض العين من هذه الجهات. وعبارة بعض الأصوليين بدل كلمة ابتداء، قال بعضهم فرض الكفاية وفرض العين يشتركان في الجنس لا في النوع، وهي أيضا تؤدي المعنى لكنها أحسن من العبارة ابتداء وانتهاء. لماذا؟ لأن المقسم واحد، الجنس واحد. ما هو الجنس؟ جنس الأمرين الفرضية، هذا فرض وهذا فرض فهو جنس، ثم يختلفان في النوع، فهذا كفائي وهذا عيني، فهذا معنى قولهم يشتركان في الجنس لا في النوع. قال ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء، قاله الشيخ في الروضة وغيره، يعني وقاله غيره بضم الراء، والشيخ من مصطلحات الحنابلة يطلق على موفق الدين أبي محمد بن قدامة صاحب المغني والروضة، وللحنابلة شيخ آخر وهو مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام، فلهذا إذا أطلق الحنابلة قاله الشيخان فالمراد المجد والموفق. قال لأن كليهما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا تعليل من المصنف رحمه الله. تعليل لأي شيء؟ تعليل لأن فرض الكفاية مثل فرض العين ابتداء،
والحقيقة يعني في ظني أن هذا التعليل يصلح لاشتراكهما في الفرضية، اتحادهما في الجنس، والأحسن أن يعلل بقوله لأن كل منهما واجب على الجميع، لأن كل منهما واجب على الجميع، فيكون أحسن في التعليل لاستواء فرض الكفاية وفرض العين. قال: ويلزم، هذا مشروع في مسألة خامسة تتعلق بفرض الكفاية، فقال: ويلزم أي فرض الكفاية بالشروع كفرض العين، ولنا قول لا يلزم. يلزم المكلف إذا شرع أي ابتدأ في فعل فرض الكفاية يلزمه الإتمام، فإذا دخل في صلاة الجنازة ليس له أن يخرج منها مثلا، وإذا حضر الصف مع أن غيره يكفي في قتال الكفار لكنه حضر الصف، يعني تواجد، وجد يعني حضر في ميدان المعركة، لا يجوز له الرجوع بل يلزمه القتال، ونحو ذلك من الصور. قال: كفرض العين. لماذا؟ لأن كل منهما فرض واجب مطلوب طلبا جازما. ثم قال: ولنا أي نحن معاشر الحنابلة قول آخر في المسألة أنه لا يلزم بالشروع فيه، وهو أيضا أحد القولين عند العلماء، لأن المسألة فيها خلاف مشهور بين الفقهاء. ثم قال: وفرض العين أفضل منه. هذه مسألة سادسة تتعلق بفرض الكفاية، فقال: وفرض العين أفضل منه. إذن هذه المسألة في المفاضلة بين فرض العين وفرض الكفاية، فقال: فرض العين أفضل من فرض الكفاية. اختاره الأكثر، يعني أكثر العلماء على أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية. ما الدليل؟ قال: لوجوبه على كل أحد. هذه لام التعليل، يعني وجه الأفضلية لفرض العين على فرض الكفاية أن فرض العين يجب على كل واحد بعينه من المكلفين، فالمشقة فيه أكبر، بخلاف فرض الكفاية. هل المشقة فيه مثل فرض العين؟ لا، يكفي أن غيره يقوم يصلي وهو جالس، فأين المشقة؟ والأجر على قدر النصب كما جاء في الحديث. إذن أجر فاعل فرض العين أكثر من أجر فاعل فرض الكفاية، فيكون فرض العين أفضل منه. هذا القول الأول ودليله. ثم قال: وقيل هما سواء. القول الثاني أن فرض العين مثل فرض الكفاية سواء بسواء، لا أفضلية لأحدهما ولا مزية لواحد على الآخر، والدليل أن كل منهما فرض حتم واجب مطلوب طلبا جازما. وطبعا هذا القول هو أضعف الأقوال، وترك المصنف ما هو أقوى من هذا القول الثاني، ترك قولا ثالثا أشهر من الثاني هذا، وهو أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين. لا أقول هو الراجح في المسألة، لكن أقول أنه أقوى من القول المذكور هنا وأنهما سواء، لأنه لا دليل صحيح لأصحاب القول هذا القول القائل بالتسوية، لأن الواجبات تتفاضل والمندوبات تتفاضل في الشريعة. فقال بعض الشافعية إن فرض الكفاية، وبعض الحنابلة أيضا، إن فرض الكفاية أفضل من فرض العين. لماذا؟ قالوا: لأن
فاعله يسعى إلى رفع الإثم عن غيره، يعني أنه يسقط الفرض عن نفسه وعن غيره. إذن هو ساع لرفع الإثم عن غيره، فهو مسقط للفرض عن نفسه وعن غيره. فالنفع متعدي أو لا؟ النفع متعدي، وحينئذ يكون الأجر أكثر. ثم قال المؤلف رحمه الله: والأمر بواحد. أظن وقفنا إلى هنا في القراءة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والأمر بواحد، أي من أشياء متعددة كفصال الكفارة، مستقيم، لأن فيه إمكان امتثال الأمر بأن يفعل أحدهما. والواجب واحد لا بعينه، اختاره الأكثر من أصحابنا وغيرهم، وقيل يتعين بالفعل، اختاره جماعة منهم القاضي وابن عقيل وقاله المعتزلة، وقيل معين عند الله، اختاره أبو الخطاب وغيره، والخلاف معنوي. فعلى الأول يفعل ما أراد من غير تحر، وعلى الثاني يتحرى، وقيل الخلاف لفظي، أي في اللفظ لا في المعنى. والفعل في الموسع كوقت الصلاة جميعه أداء عند جمهور العلماء، لكن في وجوب العزم على الفعل إذا أخر وجهان. وقال بعض المتكلمين: يتعلق الوجوب بجزء معين كخصال الكفارة، واختاره ابن عقيل في موضع، وحمل صاحب المحرر مراد أصحابنا عليه، وصرح القاضي وغيره بالفرق. ومن أخر الواجب الموسع مع ظن مانع من فعله من موت أو غيره أثم بالإجماع، لأنه كالعزم على الترك، ثم إذا بقي على حاله لم يوجد المانع وفعله في وقته وفعله في وقته، فأداء عند جمهور العلماء، لأنه فعله في وقته المقدر له. وقيل قضاء، اختاره أبو بكر والحسين، ويعايى بذلك فيقال عبادة فعلت في وقتها وهي قضاء. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأمر بواحد، أي من أشياء متعددة كخصال الكفارة، مستقيم. والأمر أمر الشارع بخصلة واحدة من خصال متعددة محصورة. لو أضاف كلمة محصورة لكان أبين في العبارة، لأن المطلق هو أمر بواحد من عدة خصال، لكن لا حصر لها. أما في الواجب المخير فإن الأمر فيه بخصلة من خصال متعددة محصورة، كاثنين أو ثلاثة أو أربعة ونحو ذلك. ثم قال: كخصال الكفارة، كفارة اليمين مثلاً، أو كفارة الحلق من أذى أو نحوها من الكفارات، مستقيم، أي في الشرع، أي لا إشكال فيه، أي لا يظن فيه التناقض. كيف يجتمع تخيير الذي هو من صفات المباح، ووجوب الذي يعني حاله ووصفه أنه إلزام وحتم؟ فلهذا قال مستقيم. وعبارة مستقيم هي تقليد لعبارة ابن قدامة رحمه الله في الروضة، فتابعه كثير من الحنابلة بعده. قال: لأن فيه إمكان امتثال الأمر بأن يفعل أحدها، يعني وجه كونه مستقيما، أي صحيحا ورد به الشرع، أنه لا استحالة فيه، إذ يمكن للمكلف أن يمتثل الأمر فيما لو قيل له افعل كذا أو كذا أو كذا. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فأين وجه الإحالة؟ لا يوجد محال،
له أن يفعل الخصلة الأولى أو الخصلة الثانية أو الخصلة الثالثة، فهذا شيء ممكن متصور بل واقع ويستعمله الناس إلى اليوم، افعل كذا أو كذا. قال: والواجب واحد لا بعينه، يعني والواجب حينئذ إذا قلنا إنه مستقيم وصحيح، فالواجب حينئذ واحد لا بعينه من تلك الأشياء المذكورة المحصورة، اختاره الأكثر من أصحابنا وغيرهم. نعم، هو قول أكثر العلماء أن الواجب، فالواجب المخير هو واحد لا بعينه، أن الواجب الذي هو مطلوب من المكلف في الواجب المخير هو واحد غير معين. قال: وقيل يتعين بالفعل، وقيل القول الثاني أن كل الخصال واجب ويتعين إحدى الخصال باختيار المكلف له، هذا معنى المذهب الثاني. وقيل يتعين بالفعل، أي أن الواجب ليس خصلة واحدة، ليس شيئاً واحداً، بل جميع الخصال واجب، إلا أنه يتعين الواجب منها باختيار المكلف لذلك الفعل دون غيره. قال: اختاره جماعة منهم القاضي أبو يعلى وتلميذه أبو الوفاء بن عقيل، وقاله المعتزلة، هذا المذهب الثاني، وهؤلاء من قالوا به. ثم قال: وقيل هو المذهب الثالث في المسألة، وقيل معين عند الله. طبعا المصنف كما ترون يختصر في العبارات، معين عند الله مبهم عند المكلفين، هذا المذهب الثالث في المسألة. قال: اختاره أبو الخطاب وغيره، وليس هو مذهب أبي الخطاب الكلوذاني رحمه الله، بل اختار أبو الخطاب مذهب الجمهور أن الواجب واحد غير معين، إنما هذا المذهب مذهب يسمونه مذهب التراجم، لأن المعتزلة في كتبهم يرجمون به الأشاعرة، والأشاعرة يرجمون به المعتزلة، فيسمونه مذهب التراجم أو الترامي، مذهب الترامي، لأن كل فريق يرمي به الآخر. ثم قال: والخلاف معنوي، والخلاف في المسألة ليس خلافاً في العبارة، وإنما هو خلاف له ثمرة. طيب، ما هي هذه الثمرة؟ قال المصنف: فعل الأول، أي فعل القول الأول وهو قول الجمهور، يفعل المكلف ما أراد من غير تحر، يفعل ما أراد من غير تحر، وعلى الثاني يتحرى. ويقصد بالثاني مذهب التراجم هذا، وليس المذهب المذكور بين القولين. يقول المصنف، نشرح العبارة ونبين ما عليها إن شاء الله. يقول: على قول الجمهور أن الواجب خصلة غير معينة من الخصال الواجب المخير، فإن المكلف إذا أمر بواجب مخير لا يتحرى، بمعنى يفعل ما اتفق له الخصلة الأولى أو الثانية أو الثالثة أي منها. وعلى القول بأن الواجب معين عند الله وليس مخيرا، فإن المكلف يتحرى، يعني يجتهد أن يصيب في تلك الخصلة التي يختارها ما عند الله. لكن ما رأيكم في هذه الثمرة؟ هل هذا صحيح؟ هذا صحيح، لأنه سوف غير صحيح، لأنه سوف يقول: وما يدريني ما في علم الله.
الصواب أن الخلافة معنوي كما قال المصنف، لكن ليس هذه الثمرة، وإنما لها ثمرات أخرى نقتصر على اثنتين، وهو إذا فعل المكلف جميع الخصال كلها فإنه يثاب عند الجمهور على كل واحدة ثواب الفرض، مع أن الواجب ماذا؟ واحد. وعند المعتزلة يثاب على واحدة منها ثواب الفرض وعلى البقية ثواب النفل. هذه ثمرة الأولى. والثانية قالوا إذا ترك المكلف جميع الخصال، تركها مثلا وجبت عليه كفارة، كفارة اليمين، وترك جميع الخصال، وفرعنا على القول، يعني بنينا المسألة على قول من يقول إن للإمام أن يطالب المكلف بالكفارات كما يطالبه بالزكوات، إذا فرعنا على هذا القول فعلى رأي الجمهور أنه يجبره فقط على الواجب ولا يجبره على خصلة معينة، يعني يقول ادفع الكفارة ثم المكلف بعد ذلك يختار ما شاء. وعلى القول الثاني أن الإمام يجبره بخصلة معينة يختارها هو للمكلف. نعم. وهناك ثمرات أخرى للخلاف المسألة، بعضها فيها نظر كبير، ذكرها بدر الدين الزركشي رحمه الله في كتابه البحر المحيط. قال المصنف رحمه الله: وقيل الخلاف لفظي، أي في اللفظ لا في المعنى. نعم، هذا قول قال به جماعة كثيرة من الأصوليين، أن الخلاف المسألة لفظي. لماذا هو لفظي؟ قالوا لأن الكل يتفق على أنه لو أخرج خصلة واحدة من خصال الكفارة مثلا فإن ذلك يجزئه، يعود الخلاف لفظيا في مجرد العبارات. والخلاف اللفظي يعني عند العلماء يعبر عنه بعضهم بقوله: ما لو اطلع كل فريق على مذهب الآخر لقال به، ما لو اطلع كل فريق على مذهب الآخر لقال به. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة والفعل في الموسع كوقت الصلاة جميعه أداء عند جمهور العلماء. الفعل الواجب المأمور به وجوبا موسعا، وهو الذي له وقت يزيد عن الفعل، فيستطيع المكلف أن يفعل الفعل ويفعل مثله في نفس الوقت، يتسع للفعل ولغيره من جنسه كما يقول بعض، كما هي عبارة بعض الأصوليين. الوقت الموسع مثل صلاة الظهر مثلا أو وقت العصر واجب موسع، فجميع الوقت هو وقت أداء للعبادة. إن فعل في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره يقال أدى الواجب ووقع فعله أداء، لا قضاء ولا غير ذلك. ثم قال: لكن في وجوب العزم على الفعل إذا أخر وجهان. يعني إذا أخر المكلف أداء الفعل في الوقت الموسع، أخره عن أول الوقت، فهل يجب عليه العزم؟ يعني تأخير المكلف للفعل في الواجب الموسع هل هو جائز مطلقا أو مقيد بشرط؟ قولان للعلماء ووجهان في مذهب الحنابلة، وهو أيضا أحد الوجهين عند الشافعية وعند غيره. وبعضهم يجوز له التأخير مطلقا، وبعضهم يقول لا، ما يجوز أن يؤخر عن أول الوقت إلا بشرط، وهو العزم على الفعل، يعني النية المؤكدة، التصميم في قلبه أنني سوف أفعل هذا الواجب فيما بعد، في الوقت الثاني أو في ثالث الوقت أو في رابع الوقت أو في آخر الوقت. وأصح الوجهين عند الحنابلة وعند غيرهم هو القول بوجوب العزم. ثم قال: وقال بعض المتكلمين
يتعلق الوجوب بجزء غير معين. سقطت كلمة غير بعد كلمة بجزء يضاف كلمة غير والله أعلم. وقال بعض المتكلمين يتعلق الوجوب بجزء من أجزاء الوقت وهذا الجزء غير معين. قالوا كخصال الكفارة، كما أن الكفارة يجب خصلة غير معينة من الخصال المعدودة، كذلك في الوقت الموسع، جزاك الله خير، كذلك في الوقت الموسع يجب في وقت غير معين. قال واختاره ابن عقيل في موضع، اختاره ابن عقيل في موضع يعني من كتابه الواضح، وحمل صاحب المحرر مراد أصحابنا عليه. حمل مجد الدين ابن تيمية صاحب المحرر حمل مراد أصحابنا عليه، يعني حين قال الأصحاب إن الوجوب يتعلق بجميع أجزاء الوقت، قال هو نفسه قول من يقول إن الواجب إن الوجوب يتعلق بجزء غير معين، فهو مجرد خلاف في العبارة وإلا النتيجة واحدة. هكذا اختار مجد الدين ابن تيمية توفيقا بين كلام ابن عقيل وكلام غيره من الحنابلة. قال وصرح القاضي وغيره بالفرق، يعني فريق آخر يعني غير المجد، غير مجد الدين ابن تيمية، من قال لا ليس الخلاف العبارة بل خلاف حقيقي بينهما. ما هو؟ قال أبو يعلى الفرق بينهما أننا نقول بوجوب العزم وهم لا يقولون به، فإن الخلاف العبارة هذا خلاف حقيقي ليس خلافا في مجرد الله. إذن الفرق أننا نوجب العزم عندما يؤخر عن أول الوقت وهم لا يوجبونه. ثم قال ومن أخر الواجب الموسع، هذا شروع في مسألة ثانية. قال ومن أخر الواجب الموسع مع ظن مانع من فعله، مع ظن مانع من فعله من موت أو غيره أثم بالإجماع، لأنه كالعزم على الترك. يعني الواجب الموسع الوقت فيه واسع يسع الفعل من أوله إلى آخره، لكن لو فرض أن المكلف غلب على ظنه أنه لا يعيش إلى آخر الوقت وإنما سيموت في أثناء الوقت في وسط الوقت مثلاً، فهل الوقت في حقه موسع أو مضيق؟ لا، صار مضيقا الآن، كمن حكم عليه بالإعدام الساعة الواحدة ظهرا مثلا، فأذن عليه الظهر الآن ووقت الظهر يمتد مثلا إلى الرابعة مثلا، فهل الوقت في حقه يمتد من وقت الأذان إلى الرابعة؟ لا، الوقت في حقه هو يبقى يتضيق إلى الواحدة. لماذا؟ لأنه يغلب على ظنه الموت في تلك الساعة، فحينئذ إذا أخر يعني يعلم أنه لن يبقى إلى آخر الوقت وسيقام عليه حد القصاص ثم أخر، فإنه يموت عاصياً يأثم. لماذا؟ لأن هذا مثل الذي يعزم على الترك، فمثله ومثل من يترك صلاة الظهر إلى أن يؤذن العصر هما سواء. قال ثم إذا بقي على حاله لم يوجد المانع، طبعاً العبارة كأن فيها شيء من الركاكة،
يقول ثم يعني يبدو أن هناك تحريف يعني إما من الناسخ أو من الناشر وليس من المصنف رحمه الله. قال ثم إذا بقي على حاله لم يوجد المانع وفعله في وقته فأداء. يعني هذا الذي حكم عليه بالقصاص في وسط الوقت إذا بقي إلى أن جاء وقت القصاص ثم قال عفي عنك فصلى بعد هذا الوقت، كان يصلي في الثانية أو الساعة الثالثة، فهل يقع فعله أداء أو قضاء؟ قولان للعلماء. القول الأول فأداء عند جمهور العلماء لأنه فعله في وقته المقدر له، يعني هذا العارض الذي لأجله تضيق الوقت قد زاد، وحينئذ يرجع الحكم الأول وهو اتساع الوقت، ففعله حينئذ بعد ظن الهلاك يكون أداء لأنه فعله في وقته المقدر شرعا. قال وقيل قضاء، أن فعله يكون قضاء. لماذا؟ لأنه في حكم من فعل الصلاة في الوقت في وقت الصلاة التي تليها، يعني بعد خروج وقتها، فيكون قضاء. اختاره القاضي أبو بكر الباقلاني، المراد أبو بكر الباقلاني هنا، واختاره القاضي الحسين. قوله والحسين المقصود به القاضي الحسين بن محمد المروردي الشافعي صاحب التعليقة، وهو شيخ البغوي المفسر المعروف، هذا شيخه. توفي القاضي حسين سنة 462 هجرية. قال المصنف رحمه الله استطرادا ويعايا بذلك، يعني يلغز بذلك. أصل المعايا الكلام غير المفهوم، يلقى على الشخص كلام لا يفهمه، والمراد يلغز به، يعني ويكون لغزا من الغاز الأصولي، فيقال لاختبار الطلاب عبادة فعلت في وقتها وهي قضاء. فما هي؟ كيف تفعل في وقتها وهي قضاء؟ فجوابها هذه الصورة على المذهب الثاني، على مذهب القاضي أبي بكر والقاضي الحسين رحمهما الله. وضحت بالكل؟ نعم. أصل المعايا الكلام الذي يلقى على الغير ولا يفهم، يعني يضطرب في فهمه، يكون عسيرا عليه، هذا الأصل فيه. لكن المراد به هنا الإلغاز، اللغز، يعني يلغز به، لأن يعني بعض العلوم فيها ألغاز كالألغاز الفقهية وكذلك الأصولية يوجد فيها ألغاز وإن كانت قليلة. والخلاف المسألة خلاف لفظي لا ثمرة له. نعم. قال المؤلف رحمه الله، قال رحمه الله تعالى وما لا يتم الوجوب إلا به كاكتساب المال للزكاة وتحصيله للقدرة على الحج وتحصيل العدد للجمعة ليس بواجب بالإجماع، قدر عليه المكلف كاكتساب المال أولى كاليد في الكتابة. وما لا يتم الواجب إلا به كالطهارة وغسل بعض الرأس مع الوجه واجب، اختاره الأكثر خلافا لبعض المعتزلة. وقيل ما كان شرطا شرعيا اختاره بعض أصحابنا كالطهارة ونحوها. وإذا قلنا بوجوبه عوقب تاركه، قاله القاضي وغيره. وقيل لا، قطع به الشيخ في الروضة وذكره أبو العباس، وقال أيضا وجوبه عقلا وعادة لا ينكر، والوجوب العقابي لا يقوله فقيه، والوجوب الطلبي محل النزاع وفيه نظر. نعم أحسنت. قال المؤلف رحمه الله وما لا يتم الوجوب ليس الواجب، الوجوب هنا، وما لا يتم الوجوب إلا به كاكتساب المال للزكاة وتحصيله، يعني تحصيل المال للقدرة على الحج
وتحصيل العدد للجمعة أي العدد 40 ليس بواجب بالإجماع. إذن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ومثل له المصنف رحمه الله باكتساب المال للزكاة، فهل نقول بما أن الزكاة واجبة على المسلمين إذن يجب على الفقير أن يكتسب مالا ليبلغ نصابا لتجب عليه فريضة الله وهي الزكاة؟ هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب. وتحصيل المال للقدرة على الحج، شخص فقير أيضا لا يملك الزاد والراحلة، فهل نقول يجب عليك أن تكتسب مالا لتأخذ لتشتري راحلة وزادا ليجب عليك الحج؟ لا، هذا غير صحيح. ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، قال بالإجماع. ومثله تحصيل العدد للجمعة، هل يجب عليه أن يجمع الناس ليبلغوا 40 لكي تجب عليهم جمعة؟ لا. قال قدر عليه المكلف كاكتساب المال أو لا، يعني أو لم يقدر عليه، كاليد في الكتابة. لو أمر السيد غلامه بالكتابة ويده مقطوعة مثلا، يعني لم يجب عليه، لأن ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب. هذا هو الشق الأول في المسألة. إذن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب بإجماع العلماء. الشق الثاني وهو الذي محل خلاف، ما لا يتم الواجب إلا به، يعني ما لا يتم الواجب الذي استقر في ذمة المكلف إلا به، هل هو واجب أو لا؟ إذن بعد أن استقر الوجوب في حق المكلف، فهل يجب عليه تحصيل ما لا يتحقق ذلك الواجب إلا به أو لا؟ صلاة الجماعة إذا قلنا بوجوبها، فإن هذا الواجب لن يتحقق إلا بوسيلة وهي السعي إلى الجماعة، يسعى إما يمشي أو يركب. قال المصنف رحمه الله وما لا يتم الواجب إلا به كالطهارة، يعني كالطهارة بالنسبة للصلاة، وغسل بعض الرأس بالنسبة لغسل الوجه في الوضوء. فإن غسل الوجه واجب، لكن متى يتحقق أنه غسل كامل الوجه، كامل حدود الوجه؟ إذا غسل جزءا من الرأس. لماذا؟ لأنه لن يتحقق أنه أتى بغسل جميع الوجه حتى يغسل طرفا من الرأس. وجوب الصوم يجب من أول لحظة يطلع فيها الفجر، لكن هذا الواجب لن يتحقق إلا بوسيلة ومقدمة. ما هي؟ أن يمسك آخر جزء من الليل ليتحقق أنه أتى عليه أول النهار وهو صائم، فيكون أتى بالواجب. قال واجب اختاره الأكثر. ولهذا عبر بعض، طبعا المراد هنا ما لا يتم الواجب إلا به، يعني سببا كان أو شرطا. ولهذا عبر بعض الأصوليين بقوله مقدمة الواجب. هل تكون واجبة؟ يعني لقب هذه المسألة في كثير من كتب الأصول مقدمة الواجب، فيدل على أن هذه المقدمة ليست جزءا من الواجب، لأن مقدمة الشيء ما تتقدمه تكون قبله، إذن هي منفصلة عنه. فهذا السر في تعبير بعض الأصوليين بمقدمة الواجب. قال اختاره الأكثر. نعم، اختاره الأكثر، أكثر العلماء من المذاهب الأربعة على أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال خلافاً لبعض المعتزلة،
نعم، خالف بعض المعتزلة وبعض الشافعية وبعض الفقهاء وقالوا ما لا يتم الواجب إلا به ليس بواجب. إذن القول الأول والقول الثاني تلاحظون أن كل منهما أطلق القول. فالقول الأول أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مطلقا، والقول الثاني قول بعض المعتزلة وبعض الفقهاء أن ما لا يتم الواجب إلا به فليس بواجب مطلقا. وأما القول الثالث فإنه فصل، ومعنى التفصيل يعني أن الوجوب يكون في حال دون حال. فقال وقيل، هذا القول الثالث المذهب الثالث وهو مذهب بعض الشافعية وبعض المالكية وبعض الحنابلة أيضا، وقيل ما كان شرطا شرعيا، وسكت المصنف كما قلت لكم هو يختصر في العبارات يعني التفصيل. فيقال إذا كانت هذه الوسيلة هذه المقدمة إذا كانت شرطا شرعيا فهذا يكون واجبا، ما لا يتم الواجب إلا به وكان شرطا شرعيا فيكون واجبا، وما كان شرطا عاديا أو عقليا فإنه لا يكون واجبا، بل لا يجب إلا بأمر آخر بأمر جديد. فالشرط الشرعي مثل الطهارة للصلاة أو استقبال القبلة، والشرط العادي مثل نصب السلم إذا قال لغلامه اصعد على السطح فإن هذا الواجب لن يتحقق إلا بأن ينصب سلما، أن يحضر السلم وينصبه على الجدار لكي يصعد، وكذلك غسل جزء من الرأس لغسل الوجه فإن هذا شرط عادي. والشرط العقلي مثل ترك الضاد المأمور به لأنه لن يأتي بالفعل إلا بأن يترك ضده. هل يتصور أن يأتي بفعل وهو يفعل ضده؟ كالقيام والقعود مثلا، يأمره بالقيام فيقعد ويقول أتيت بالواجب، لا يمكن، لن يأتي بالواجب إلا بوسيلة وهي ترك الضد، وترك الضد واجب عقلي شرط عقلي. قال اختاره بعض أصحابنا كالطهارة ونحوها، هذا مثال للشرط الشرعي. قال وإذا قلنا بوجوبه، الضمير يرجع إلى ما لا يتم الواجب إلا به، يعني إذا قلنا بوجوب الشيء الذي لا يتم الواجب إلا به عوقب تاركه، إذن هذا تفريع على المسألة الأولى على قول الجمهور. إذا قلنا إن ما لا يتم الواجب إلا به فتركه، ما معنى فتركه؟ يعني ترك الواجب ووسيلته، عوقب تاركه يعني عوقب عقوبتين، عقوبة على ترك الواجب الأصلي وعقوبة على ترك الوسيلة والمقدمة. فمن ترك السفر إلى مكة لأداء الحج يعاقب على تركه الحج وهو واجب أصلي، وعلى ترك الوسيلة وهي السفر إلى من بلاده إلى مكة، إذن تجتمع عليه عقوبتان. لماذا؟ ما الدليل على هذا؟ قالوا الدليل أننا نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومن مقتضيات الوجوب في الشريعة أن فاعله يثاب وتاركه يعاقب، إذن يعاقب ويأثم. قاله القاضي وغيره، قاله القاضي أبو يعلى وغيره من الحنابلة ومن بعض الفقهاء الآخرين. وقيل لا، هذا القول الثاني، يعني وقيل لا يعاقب المكلف على ترك الوسيلة، لا يعاقب على ترك ما لا يتم الواجب إلا به، وإنما يعاقب على ترك الواجب الأصلي. فمن ترك الحج مثلا يعاقب يوم القيامة على تركه الحج، لا على تركه الحج وتركه السفر
إلى مكة. قال: قطع به الشيخ في الروضة، ابن قدامة رحمه الله، وذكره أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم المعروف كآبائه بابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله. وقال أيضا، يعني وقال أبو العباس ابن تيمية: وجوبه عقلا وعادة لا ينكر. يعني وجوب، أي وجوب ما لا يتم الواجب إلا به عقلا وعادة، يعني اللوازم العادية والعقلية لتحقق الواجب الأصلي، هذا لا ينكره أحد. فمثلا من أراد الأكل أو من أمر بالأكل، فإن وضع الطعام في فيه وتحريك فمه واجب ولا لا؟ هو واجب. طيب، ومن أراد الكلام، فإن تحريك آلات الكلام اللسان والشفاه ونحوها واجب ولا لا؟ واجب. إذا الأمور العقلية أو العادية لتحقق الشيء هذا ما ينكره أحد، هذا صحيح. لكن ماذا قال بعده؟ قال: والوجوب العقابي، يعني الوجوب الشرعي الذي يترتب عليه العقاب، لا يقوله فقيه. إذن شيخ الإسلام يختار ماذا؟ القول الثاني، أنه ما يعاقب على الوسيلة إنما يعاقب على الواجب الأصلي. ثم قال: والوجوب الطلبي محل النزاع، بمعنى أن الخلاف في هذه المسألة محل النزاع ومحل البحث والنظر في المسألة، إنما هو في الإلزام به، في تكليف المكلف بتحصيل الوسيلة التي يتوقف عليها تحقق الواجب الأصلي، هذا الذي محل النزاع. أما التفريع على هذا بأن التارك يعاقب لا يقوله فقيه، هكذا يقول يعني رحمه الله، مع أنه مر معنا أنه قاله من؟ القاضي أبو يعلى. فلعل شيخ الإسلام رحمه الله يتأول كلام أبي يعلى بتأول آخر، لأنه يبعد أنه ما اطلع عليه، يبعد هذا. قال: وفيه نظر، المراد بالنظر ليس الضعف حين تقول وفيه نظر، إنما يقصد بالنظر يعني الاجتهاد، تقول هذه المسألة محل نظر عندي، يعني محل بحث واجتهاد وتأمل، هذا معنى كلام شيخ الإسلام وهو موجود في كتابه المسودة. نعم، يعني هو يقصد أنه أن المسألة هذه تحتاج إلى زيادة نظر واجتهاد لأن الخلاف فيها سائغ. نعم، تفضل يا شيخ. وإذا كن الشارع عن عبادة ببعض ما فيها، كقوله تعالى اركعوا واسجدوا، وكقوله وقرآن الفجر، وكقوله محلقين رؤوسكم، دل على فرضه، قطع به القاضي وابن عقيل. نعم، هذه مسألة طبعا نقف هنا لأن التي تليها لا تتعلق بها. قال: وإذا كن الشارع عن عبادة ببعض ما فيها، يعني إذا تجوز الشارع في التعبير فعبر عن عبادة ببعضها، وهذا نوع من أنواع المجاز كما مر معنا، إطلاق البعض وإرادة الكل، مثل عتق رقبة يعني عتق العبد كاملا. فإذا وقع مثل هذا التجوز دل على ماذا؟ على أن ذلك المذكور واجب في تلك العبادة، على أن ذلك المذكور يكون واجبا في تلك العبادة ليس مستحبا. فمثلا اركعوا واسجدوا يدل على أن الركوع والسجود في الصلاة ماذا؟ فرض وواجب وحتم، ليس له تركه، لأنه كنا بالركوع والسجود عن إيش؟ عن الصلاة. واركعوا واسجدوا يعني صلوا، فيكون الركوع والسجود واجبا فيها. وقرآن الفجر فيدل على أن قراءة القرآن في صلاة الفجر تكون فرضا وواجبا. محلقين رؤوسكم يدل على أن الحلق يكون واجبا في النسك، وهكذا. قال: دل على فرضه.
قطع به القاضي أبو يعلى وأبو الوفاء ابن عقيل، لأنه إذا لو لم يكن يعني لو لم يكن مقصودا للشارع ما كان ذكره، فذكره له يدل على أنه مقصود له. نعم تفضل يا شيخ. ويجوز أن يحرم واحد لا بعينه، اختاره الأكثر خلافا للمعتزلة كما قلنا لا يمتنع وجوب واحد لا بعينه ويجتمع في الشخص. قال ويجوز أن يحرم واحد لا بعينه، يعني يجوز في الشريعة أن يحرم الشارع واحدا لا بعينه، فيسمى الواجب عفوا فيسمى المحرم المخير، كما قلنا في الذي قبله الواجب المخير. إذن يتصور التخيير في التحريم كما يتصور في الوجوب، لأن هذا ممكن، إذ يجوز أن يقول الأب لابنه مثلا لا تكلم زيدا أو عمرا، هل هذا الكلام معقول مقبول أو فيه تناقض؟ كلام معقول. وأسلم فيروز الديلمي رضي الله عنه وتحته أختان، بعد الإسلام تحرم عليه من منهما؟ تحرم عليه واحدة غير معينة، واضح؟ قال خلافا للمعتزلة، يعني المعتزلة كما قالوا في الواجب المخير أيضا قالوا في المحرم المخير، منعوا هذا وهذا. قال كما قلنا، يعني قياسا على ضد هذه المسألة، كما أنه لا يمتنع وجوب واحد لا بعينه لا يمتنع تحريم واحد لا بعينه، والجامع في هذا القياس أن كل منهما حكم شرعي وفيه إلزام للمكلف، إلا أن أحدهما إلزام بالترك والآخر إلزام بالفعل، فهو قياس صحيح. نعم تفضل. ويجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب، لأنه لا يمتنع أن يثاب على طاعة ويعاقب على معصية خلافا للمعتزلة في ذلك، ويستحيل كون الشيء الواحد واجبا حراما من جهة واحدة عند جمهور العلماء إلا عند من يجوز له تكليف المحال. وأما الصلاة في الدار المغصوبة، هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أنكم قلتم يمتنع كون الشيء واجبا حراما من جهة فيرد عليكم الصلاة في الدار المغصوبة، قلنا فالصحيح عندنا عدم الصحة. هذا الصحيح عند أحمد رحمه الله تعالى وعليه أكثر أصحابه، وهو قول الظاهرية وغيرهم، وحينئذ لا إيراد، وقال الأكثر يصح، وقيل يسقط الفرض عندها لا بها، أي عند فعلها لامتثال الأمر لا بها لانتفاء شرطها، وهو أي هذا القول مردود على صاحبه لأنه شبيه بالهذيان. وأما من خرج من أرض الغصب تائبا فتصح توبته فيها ولا يأثم بحركة خروجه، هذا جواب عن سؤال مقدر أيضا تقديره أنتم قلتم أنه لا يكون الشيء واجبا حراما من جهة، فما تقولون في من خرج من أرض الغصب تائبا؟ قلنا تصح توبته ولا يأثم بحركة خروجه فلا إيراد، وهذا عليه الأكثر. وقال أبو الخطاب من أئمة أصحابنا بلى يأثم بحركة خروجه لأنه تصرف بما غصبه. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب، في الشخص الواحد المكلف الواحد كزيد مثلا يجوز أن يجتمع في حقه ثواب وعقاب، فمثل هذا لا ينكر. لماذا؟ قال لأنه لا يمتنع أن يثاب على طاعة ويعاقب على معصية، هل يمتنع هذا؟ لا يمتنع، بل أكثر الخلق كذلك،
أنهم يفعلون الطاعات ويفعلون المعاصي، فيجتمع في حق الشخص الواحد ثواب وعقاب، ثواب على الطاعة وعقاب على المعصية. قال: خلافاً للمعتزلة في ذلك، فالمعتزلة خالفوا وقالوا يعني كيف تصور إيمان مع معصية وهو يعصي؟ فنقول إذن هو في منزلة بين المنزلتين، ثم يخلد في النار فيكون في حقه العقوبة دون الثواب. ثم قال: ويستحيل كون الشيء الواحد واجباً حراماً من جهة واحدة عند جمهور العلماء، إلا عند من يجوز تكليف المحال. يستحيل كون الشيء الواحد، الآن ليس الشخص الواحد، الآن الكلام في الشيء الواحد يعني الفعل الواحد، لا يمكن أن يكون حراماً واجباً من جهة واحدة عند جمهور العلماء، بل هو محل إجماع. فمثلاً زيد، هل يمكن أن تكون صلاة العصر واجبة عليه وتحرم عليه في نفس الوقت؟ هذا محال. لكن الفعل الواحد قد يكون حراماً واجباً من جهتين، فمثلاً الصلاة في حق المرأة قد تكون واجبة وقد تكون محرمة، لكن لا من جهة واحدة بل من جهتين، حال الطهر تكون واجبة وحال الحيض تكون محرمة. القتال أو القتل فعل واحد فيكون واجباً وحراماً، كيف؟ واجب إذا قتل المشرك، حراماً إذا قتل أخاه المسلم، وهكذا من جهتين هذا متصور. قال: وأما الصلاة في الدار المغصوبة، قال: هذا جواب عن سؤال مقدر، تقديره أنكم قلتم: يمتنع كون الشيء واجباً حراماً من جهة، فيرد عليكم الصلاة في الدار المغصوبة. لماذا يرد عليه؟ قالوا: لأن الصلاة مأمور بها واجبة عليه، وصلاته في الأرض المغصوبة هو استمرار للغصب، يعني بقاؤه يركع ويسجد ويقوم هذا غصب ولا لا؟ هذا غصب، استمرار للغصب. فكيف تجيبون؟ قال: قلنا: فالصحيح عندنا عدم الصحة. قال: هذا الصحيح عند أحمد رحمه الله تعالى وعليه أكثر أصحابه، وهو قول الظاهرية وغيره. نعم، هو قول الحنابلة، يعني القول المعتمد عند الحنابلة، وهو قول الظاهرية، وهو رواية عند مالك مرجوحة، وهو وجه عند الشافعية أيضا مرجوح. قال: وحينئذ لا إيراد. لماذا لا إيراد؟ قال: لأنه الآن ما يتحقق أنه مثاب معاقب، هو معاقب فقط، لأن الصلاة لا تكون صحيحة، وحينئذ ما نقول إنه فعل واحد أثيب عليه وعوقب عليه، فلا يرد علينا الإيراد. ثم قال: وقال الأكثر، نعم هو مذهب الأكثرين من الحنفية والمالكية والشافعية، يصح. وقال الأكثرون ماذا؟ يصح، يعني يصح فعله للصلاة، وحينئذ فالإيراد وارد عليه، فيحتاجون إلى الجواب، يعني بما أنهم يقولون تصح الصلاة في الدار المغصوبة أو في الأرض المغصوبة، فالإيراد وارد عليه، لأنه يجعلونه طائعاً عاصياً بنفس الفعل. فما الجواب؟ قال: وقيل، يعني هو جواب لهم، بعضهم يعني أراد أن يخرج من هذا الإشكال، والقائل هو الباقلاني ومن تابعه: يسقط الفرض عندها لا بها، يسقط الفرض عندها يعني عند الصلاة لا بها، يعني أتى بعند والباء. قال: يعني يسقط الفرض عند فعلها لامتثال الأمر
لا ولا يسقط الفرض بها لانتفاء شرطها، لأن الموضع الذي صلى فيه لا يحل الصلاة فيه. لا ليس قولا ثالثا، هذا الأخير. طيب، يقول وقيل يعني في الجواب عن هذا الإشكال: كيف تصححون الصلاة وتقولون هو عاصٍ يكون مطيعاً وعاصياً؟ فأراد الباقلاني أن يتخلص من هذا فقال: يسقط الفرض عندها يعني عند فعلها ولا يسقط الفرض بها. طبعاً هو لهذا المصنف ماذا وصفه؟ قال: هذا القول مردود على صاحبه لأنه شبيه بالهذيان. يعني ما الفرق بين عند وباء والباء؟ يعني هل غير شيئا إذا قلت عند وباء؟ طيب لو عكست وقلت يسقط الفرض بها لا عندها، ما يعني ما يتصور هذا؟ فلهذا قال هو أشبه بالهذيان، يعني ليس جوابا صحيحا. وحينئذ ما المخرج في الجواب؟ يعني إذا قلنا أن هذا ضعيف فما المخرج؟ أن يقال إن هذا الفعل ليس ذو جهة، ليس ذا جهة واحدة بل له جهتان، هو مطلوب من إحداهما محرم من الأخرى، فهو حين يصلي استجابة لأقيم الصلاة، وحين يحرم عليه المكث فلدليل آخر وهو تحريم الغصب وأخذ أموال الناس بالباطل. وحينئذ إذا كان ذا جهتين فإنه يتصور أن يكون حراما واجبا فيثاب ويعصي. ثم قال: وأما من خرج من أرض الغصب تائبا فتصح توبته فيها، يعني في أرض الغصب، ولا يأثم بحركة خروجه. قال: هذا جواب عن سؤال مقدر أيضا تقديره أنتم قلتم إنه لا يكون الشيء واجبا حراما من جهة، فما تقولون في من خرج من أرض الغصب تائبا؟ يعني الشيء لا يكون واجبا حراما إيش؟ من جهة واحدة، وهذا الذي غصب أرض غيره، هذه الأرض الكبيرة مثلاً غصبها ثم تاب وأراد أن يخرج من الأرض يسلمها صاحبها، الخروج واجب. طيب، ومشيه سيره استمرار للغصب، لأن هذا المكث الذي يمكثه وهذه الأرجل التي يحركها في أرض غيره هذا كله من الغصب، فما الجواب؟ كيف تجعلونه أن هذا الفعل واجب عليه وأنه حرام عليه لأنه استمرار للغصب؟ قال: قلنا تصح توبته ولا يأثم بحركة خروجه فلا إيراد. لماذا لا إيراد؟ لأن فعله هذا يقع واجبا فقط يثاب عليه، وليس أنه واجب حرام، وحينئذ لا إشكال لأن هذا الفعل صار له حكم واحد وهو الوجوب وليس الوجوب والتحريم في نفس الوقت. قال: وهذا عليه الأكثر، أكثر العلماء. القول الثاني: وقال أبو الخطاب من أئمة أصحابنا: بلى، يأثم بحركة خروجه لأنه تصرف بما غصبه. يعني هذا اجتهاد منه، وأبو الخطاب كثيرا ما يخالف المذهب كما يفعل ابن عقيل أيضا. يعني قال ماذا؟ أنه واجب عليه وفي نفس الوقت حركاته هذا تحريك رجليه في أرض غيره ولبثه هذا الوقت الذي يستهلكه في الخروج هذا كله استمرار للغصب، يصدق عليه أنه غصب، والغصب حرام إذن يكون آثما، وخروجه أيضا يكون واجبا. فيعني طبعا المذهب الثاني كما تلاحظون فيه يعني فيه بعد، أليس كذلك؟ لأنه سوف يقول: وما المخرج؟ ماذا أفعل؟
أنا غصبت دار فلان وتبت، يلبث أو يخرج؟ يخرج، إذن لابد من هذا. ونكتفي بهذا القدر، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. والآن قراءة في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمة الله عليه، وكنا قد بدأنا فيه في وقت سابق، لمن أراد أن يبقى يعني، ولمن أراد أن ينصرف فليفعل، الأمر يسير. فقال المؤلف رحمه الله: باب في الاقتصاد في الطاعة. قال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يقول المؤلف رحمه الله: باب الاقتصاد في الطاعة. الاقتصاد يعني التوسط وعدم الاستكثار من الطاعة كثرة تؤدي إلى انقطاع العمل، وهذا من رحمة الله بالخلق، وهي قاعدة من قواعد الإسلام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا مقصود للشارع، فمن يستكثر استكثاراً ينقطع معه عن العبادة بالكلية يكون قد خالف الآية الكريمة، يكون خالف مقصود الشارع. وذلك أن السير إلى الله سبحانه وتعالى، السير إلى الدار الآخرة، يشبه السير في على الدابة في الدنيا إلى المقصود الذي يريده السائر. فكما أن من يسير في الدنيا إلى غرض على دابة، إذا حمل عليها حملاً عظيماً وكدها وأتعبها وأشقاها، تنقطع به ولا يصل إلى مقصوده، فكذلك في السير إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها، يعني هذه فلانة التي تصلي وكذا وكذا، تكثر من الصلاة. قال: مه عليكم بما تطيقون، وهي كلمة زجر، يعني كفوا عن هذا، عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. قالت: وكان أحب الدين إليه صلى الله عليه وسلم ما داوم صاحبه عليه. متفق عليه. وهذه المرأة يقال لها الحولاء بنت ثويب رضي الله عنها. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها. ثلاثة رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم علي وعبد الله بن عمرو بن العاص وعثمان بن مضعون، فلما أخبروا، أي أخبرتهم أمهات المؤمنين بعبادة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كأنهم تقالوها. تقالوها يعني لم يروها قليلة، لأن المراد أنها بالنسبة لمن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، تكون في حق من لا يعرف أنه غفر له، تكون ماذا؟ قليلة. فهي قليلة بالنظر إليه، بالنسبة لشأنهم في أنه لم يغفر لهم، لا يعرفون أنه غفر لهم. وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبداً. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر أبداً ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، أصوم بعض الأيام وأفطر بعض الأيام.
وأصلي وأرقد، أصلي يعني بالليل، فأصلي بعضه وأرقد بعضه، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس من يعني ليس من المقتدين بسنتي العاملين بهدي. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت أقسم. أنه يصوم كل الأيام ولا ينام يعني ويقوم كل الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإنك لا تستطيع، فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر، يعني مع الكفارة، كفارة اليمين. أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصوم بعض الأيام ويفطر بعضا، ونم وقم، يعني قم الليل، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. وهذا من رحمة الله، عمل يسير وأجر عظيم. يصوم الإنسان 3 أيام فيكتب له كأنه صام الشهر، ومن ثم يكتب له كأنه صام الدهر كله إذا استمر على ذلك. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. طبعا وقتها كان شابا يقدر على الصيام. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود صلى الله عليه وسلم، وهو أعدل الصيام، يعني أفضل الصيام. وفي رواية: فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. يعني من يصوم يوما ويفطر يوما أحسن من الذي يصوم الدهر، بل هو منهي عنه كما جاء في رواية أخرى. قال عبد الله: ولأن أكون قبلت 3 الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب إلي من أهلي ومالي. وفي رواية: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر ونم وقم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا، يعني النوم، وإن لزوجك عليك حقا، لأنه سوف ينقطع عنها كما فعل أبو الدرداء في قصته مع سلمان الفارسي رضي الله عنهم أجمعين، وإن لزورك عليك حقا. لزورك يعني لزائرك، أي لضيفك. لماذا؟ لأن الضيف يأنس إذا أكلت معه، لكن إذا قلت له كل أنت أم أنا صائم يحس بشيء من الجفاء ويستحي، فلا يأكل ولا يهنأ بالأكل. وإن بحسبك أن تصوم في كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر. قال: فشدد علي. قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: صم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه. قلت: وما كان صيام داود؟ قال: نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عبد الله استمر على هذه الطاعة إلى وفاته رضي الله عنه، فلم يخل بها أنه صام يوما وترك يوما رضي الله عنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.